نهاية هذه الفقرة الإخبارية خلونا نعود إلى ملف قطاع غزة في الختام، وبالتحديد عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا زاهر الكاشف مراسل قناة فلسطين في قطاع غزة. يسعد صباحك سيدي. صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير يا ناصر. صباح الخير لك ولجميع أهلنا في قطاع غزة. خلينا نبدأ معك مع الوضع الميداني والتطورات الميدانية الحالية في القطاع. في البداية، حالة القطاع الآن لا تزال منذ يوم أمس في حالة ترقب شديد بعد أن دخلت التهدئة حيز التنفيذ مساء الجمعة على يوم السبت. حالة الترقب هذه لا تزال قائمة منذ أكثر من 10 أيام، كون أن الطيران الإسرائيلي لم يفارق الأجواء لا في حالة طيران الاستطلاع أو طيران الطائرات المقاتلة. هذا الترقب أيضا ينقسم إلى جزء ثاني، وهو ترقب حالة المصالحة التي لا تزال تراوح محلها، خصوصا بعد طرح الورقة المصرية. وهذه الورقة التي لا تزال الفصائل الفلسطينية تتدارسها بما فيها فتح وحماس. الآن حالة الترقب بعد يوم الجمعة وسقوط 4 شهداء وأكثر من 200 جريح، هؤلاء الآن قد ندعو الله أن يكونوا آخر الضحايا في هذه المعارك المستمرة منذ أكثر من 100 يوم إن شاء الله. أستاذ زاهر، دعنا نتحدث عن استمرار مسيرات العودة مباشرة بعد التهدئة وعودة التظاهرات الجماهيرية الواسعة، يعني ماذا بإمكاننا أن نتنبأ في المستقبل القريب؟ اللجنة الوطنية لمسيرة العودة أعلنت أكثر من مرة أن هذه المسيرات ستستمر حتى رفع الحصار. هذه المسيرات السلمية التي تقوم على الخط الفاصل شرق قطاع غزة هي مسيرات كما تعلمون جميعا خلال 100 يوم كانت مسيرات سلمية، سقط فيها كثير من الضحايا، ولكن جدوى هذه المسيرة لا يزال أهالي قطاع غزة ينتظرون نجاحها وقطف ثمارها. الحالة في غزة لا تزال أسوأ مما يتخيل البعض كثيرا، وندعو الله أن تكون الأمور باتجاه الصحيح بعد أن أعلنت إسرائيل بدء تخفيف الحصار خصوصا عن معبر كرم أبو سالم الذي يدخل الكثير من البضائع والمستلزمات الأساسية من الوقود والأدوية والأطعمة. نعم، زاهر الكاشف مراسل تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك، وعلى أمل أن تكون كل المستجدات الميدانية تضمن الأمن والأمان لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.